البنى التحتية الدعامة الأساسية للتنمية، الطرق والموانئ والمطارات، منشآت حيوية ولبنات اقتصاد ضرورية. إنشاءات الطرق وإن شهدت في السنوات القليلة الماضية طفرة نوعية من حيث الكم وساهمت في فك العزلة عن مناطق شاسعة من الوطن، إلا أن هذه البنية الأساسية ما تزال في بعضها تعاني التأخر في الإنجاز. ورغم المنجز إلا أن محاور طرقية رئيسية كأبيت ليميت نواكشوط ونواكشوط روسو الطريقان الأكثر استخداما وبوابة العاصمة على إفريقيا أصبحتا مجرد أطلال طرقية وأعمال صيانتهما لا تكاد تذكر. تلك الصيانة التي تعتبر حسب المراقبين المشكلة الأساسية في تآكل وانتظار بعض الطرق دون إكمال عمرها الافتراضي، فالتجهيزات الضامنة لديمومتها إن وجدت فهي غير كافية لتلبية الطلب. وإن تجاوزنا الطرق إلى الموانئ فالإشكالات هنا متعددة، فالميناءان المتوفران لم يلبيا بعد الطموح في وجود بنية تحتية مينائية قادرة على المنافسة وتوفير ما يحتاجه النقل البحري من مراس وتجهيزات للشحن والتفريغ. وفي مجال النقل الجوي، وإن سجلت موريتانيا حسب المؤشرات العالمية أرقاما متقدمة في السلامة، إلا أن البنى التحتية من مطارات ووسائل نقل جوي لم تصل بعد المستوى المطلوب، فمطارات الولايات الداخلية لا تتوفر إلا على مدرج هبوط وبرج مراقبة في أغلبها، والاستثناء هنا مطاري نواذيب وزويرات المشمولان برحلات الموريتانية للطيران. أما العاصمة نواكشوط والتي ظلت لسنوات عديدة حبيسة رعب وجود المطار الدولي وسطها، تتفائل الآن خيرا بقرب بداية تشغيل المطار الدولي الجديد أم التونسي وإن تأخرت، ويبقى الأمل معقودا في وجود التفاتة جادة لحفظ الموجود من هذه البنى صيانة وتلبية الناقص منها إنجازا يضع الآجال أولوية. We'll be right back.